اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. مراحل الحياة هكذا اجمل الاطوار، هذه هي اطوار الناس في الحياة. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. سيدي نكمل رحلتنا اليوم في علم حضرتك وما من الله به سبحانه وتعالى عليكم من فيض علم في لمسات بيانية بالقرآن الكريم مع أي سورة الحديد، وعند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآية الكريمة. بداية نود فكرة من حضرتك على هذه الآية، فكرة عامة، ثم نطرح ما لدينا من أسئلة بيانية فيها إن شاء الله. الحقيقة أجمل ربنا سبحانه حقيقة ما يعيشه الناس في هذه الآية في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا نعم، ورتبها ذكر بحسب ترتيبها في حياتهم، ذكر الأمور بحسب الترتيب في الحياة. نعم. هو بدأ باللعب، قال اعلموا أن الحياة أن الدنيا لعب. اللعب هو يقع عادة في دور الطفولة والصبا، بدأ به في هذه الفترة الزمنية فقط، قد يأتي نقيض الجد، يعني هو الأصل اللعب في دور الطفولة والصبا، يعني ما هذا الأصل. نعم. يطلق أحيانا على نقيض الجد: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني غير جادين. من كما السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، مع الجد، الجد جعل نقيض الجد يعني. نعم. وله اللهو عادة يكون دور الفتوة والشباب بعد دور الطفولة، عجيب أمر اللغة العربية بعدها. نعم. ثم له أعم من اللعب، لأن الكبير قد يلهو. كيف يلهو؟ قد يلهو يعني في أمور يضيق صدره بأمور فيلهو، ينتقل لأمر ينسي في بعض الشيء. صحيح. ممكن. فإذا شغلت العقل فالهو سويعته يعني. ثم ذكر الزينة. الزينة مقصد من مقاصد الشباب والنساء في دور بداية اكتمال أنوثتهن، خاصة النساء. الزينة تتزين، تبدأ يتزين، حتى الشاب لما يبدأ يعني يبلغ مرحلة يتزين، لا يرضى كما كان طفلا، ايش تعطي أمه يلبسه يلبسه. صحيح. يعني دور هذا. ثم بعد ذكر التفاخر، هذا أكثر ما يكون شأن الرجال، يفخرون بأعمالهم وآبائهم وأنسابهم، هكذا فعلت، هكذا أفعل، هكذا آبائي، هكذا أجدادي، هكذا يفعل بمآثر ما يفعل هو وما فعل آباؤه وأحسابه. ذاك الشعراء يفتخرون بأحسابهم وأنسابهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. هذا ليس الشباب والأطفال، هذه الأصل المفاخرة طبعا. يعني ماذا المفاخرة؟ العلو مثلا، يعني ان ينسب الخير الى اهله ونفسه، فخر بالشجاعه والكرم والكذا والاموال، يعني التكاثر في الاموال ذكر هذا. نعم. والتكاثر في الاموال والاولاد، هاي مرحله الجاده، يبدا يعني في امواله واولاده يبدا يشتغل بجمع المال والانجاب، لان هاي الحياه هي تقوم على هذه، على هذين الأساسين، المال والولد. صحيح. كيف تستدام الحياة إذا لم يكن مال ولا ولد؟ نعم. لا تستمر. وقدم المال لأن الالتهاء به أكثر، جمع يشتغل في التكاثر في الأموال والأولاد. للاهتمام أم حتى الوقت الأولاد يعني يهتم بهم، وهم أعلى شيء، وهم المال يتركه لهم، لكن جمع المال يحتاج إلى وقت، إلى ذهاب إلى المحلات التجارية، إلى الأسواق، إلى الكذا. هو يبقى مع المال أكثر بكثير مما يبقى مع ولده. صحيح. يعني غالبا الأموال مقدم على الأولاد بالقرآن الكريم، غالبا. نعم. بحسب
في مواطن، في مواطن لا، يعني افرض في مواطن الحب، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها، لان قال احب فيما بعد. صحيح. ولا يمكن يعني ان يرقى المال الى محبه الاولاد، هو المال في خدمه الاولاد ويتركه لهم. ولهذا يقدم مثلا حسب غالبية حينما يقدم، حينما حسب الموضع الانشغال. نعم. لا تلهكم أموالك، لأن هو يشتغل فيها كثير في السوق في الكذا، طبعا يشتغل فيها. صحيح. الأولاد أقل، وإن كانوا هو في ميزان الآباء أثقل بكثير، لكن هذا يقول هو لهم، أنا سأرحل وأبقيه لهم. صح، منطق منطق سليم. فقدم الأموال ختم بالأولاد. فإذا هذه هي مراحل الحياة، هكذا ربنا سبحانه وتعالى هكذا أجملها. الأطوار هذه هي أطوار الناس في الحياة، هكذا هذه الحياة، ثم صورها بقول أخير شيء، الحياة إيش؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، إلى الآية هكذا. سيد، هناك ترتيب مقصود لذاتي في هذه الآية؟ يعني لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هكذا هي حسب الأطوار في الحياة، ورتبها التقديم والتأخير، يعني أكثر من مرة جاءت مناسبة ذكرنا. نعم. ليس هنالك يعني هنالك نمط واحد للتقديم والتأخير، وإنما هو السياق ومدار الاهتمام. العرب يقول إنما يقدمون ما هم ببيانه أعنى وما هو أهم لهم. الأهمية تأتي بحسب السياق، ولذلك مرة نقدم الواحد، مرة نقدم المتقدم، مرة نقدم المتأخر. مرة يعني مرة نقدم من القلة إلى الكثرة، مرة من الكثرة إلى القلة. نعم صحيح. نبدأ مرة بالأفضل ثم ننتهي إلى المفضول، ومرات أخرى نبدأ بالأدنى ثم ننتقل نترقى إلى ما هو الأعلى، نبدأ بالمفضول ثم الفاضل. يعني ليس هناك نمط، الذي يحدد التقديم والتأخير هو المقام. لما يعني قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أي الأفضل، طور سينين ولا مكة؟ مكة. طيب أخر مكة، بدأ بطور سينين. صحيح. وطور سينين وهذا البلد الأمين مكة. صح. طبعا مكة هذا هذا البلد الأمين. صحيح. نعم. بدأ بطور سينين، قدم طور سينين على مكة. هذا هنالك يعني هنالك دواعي للتقديم والتأخير تنظر في سياقها وفي المقام الذي قيلت فيه. هل هو يعني يقدم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. صحيح. بدأ الكافر على المؤمن، بدأ بالمفضول. كافر وشقي وسعيد، وشقي وسعيد. هاي تأتي بحسب يعني كيف وضعها في السياق، هو الذي يحدد التقديم والتأخير. يعني كل حالة بقدرها قدرية. ليس أفضلية مطلقة. لا 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 يمكن، لا هذا نقدم للأفضل للأحسن لل لا لا في مواطن مرة نقدم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، لما ذكر أنعم الله عليهم بدأ من النبيين أعلى النعم. صحيح. نبيين وبعدين يترتب الصديقين والشهداء والصالحين هكذا، يعني حسب ما هو المقام الذي يعني يقال فيه. صح. ما المقام؟ نعم. طب هنا حضرتك في قوله تبارك وتعالى اعلموا انما الحياة الدنيا، كرر عدد اشياء كثيرة، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. في غير ما موضع من القرآن الكريم مثلا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو فقط، لم يذكر بقية ما كرر ما ذكر هنا في سورة الحديد، لما هو أحيانا يقتصر فعلا على اللعب واللهو، لأن ما ذكر يعني هو من الزينة وما بعدها، لأن ما ذكره بعدها يندرج يعني ما الزينة وما بعدها يندرج في اللهو، يعني الزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. إيه نعم، قد يندرج في اللهو كلها، فإذا أراد أن يفصل فصل، وإذا أراد أن يجمل وقف عندها. كيف يعني؟
تقول كيف هذا الشيء؟ كيف؟ صحيح. كيف؟ نستمع. كيف هذا الشيء؟ يعني هي الزينة قد تلهي، تفاخر يلهي، تكاثر يلهي. ربنا سبحانه وتعالى سمى المال والبنين زينة. صحيح. قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صح. صحيح. قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. صح. إذن دخلت في الزينة، والزينة دخل في اللهو. لا تلهك، لا تلهكم. إذن دخلت صحيح. في الإلهاء، دخلت في الإلهاء وخلاص التهى فيها. إذن يعني ما ذكر هسه الآن في هذا من الزينة دخل هنا، دخل في اللهو. اللهو. زين. قال ربنا ألهاكم التكاثر. إذن دخل التكاثر في اللهو. ألهاكم التكاثر. صحيح. حتى والأولاد خلق التكاثر عموما، هو أطلق التكاثر. دخل في اللهو. دخل وألهاكم. صحيح. خلص. لما فصل في الآية الحديد كمثل غيث أعجب الكفر، ذكر فصل عندما أراد أن يجمل، يجمل يقف عند الأصل والباقي يدخل فيه، يعني أخذ وما الحياة الدنيا لاحظ إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أوجز خلاص، وقف عنده، ما مثل، ما قال كمثل كذا كذا، ما ذكر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. صحيح. إذن كل هو يقولون البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أراد التفصيل يفصل، أراد الإجمال يجمل. طيب. في بقاء في التفصيل. نعم. يفصل. استطراد جانبي سيدي إذا أذنت لنا. نعم. معنى الإجمال والتفصيل في القرآن الكريم، هناك من يقول، من بعض المستشرقين من يقول لما يجمل هنا ويفصل هنا والمعنى قد وصل والدلالة وصلت. لا، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وصلت الدلالة، الزينة والتكاثر والتفاخر ضمن الله، فلما يجملها في أماكن أخرى؟ أحيانا يريد يعني يوضح المسألة، يعطيها أبعادها في كل كلام حتى عند الأجانب وغير الأجانب. نعم. وأنك أحيانا يعني يكتفي بكلمة أو كلمتين، وأحيانا يشرح أمور أدق الأمور يشرحها يتعرض لها. يعني ليس هذا تكرارا بالقرآن؟ لا ليس هذا تكرارا، وإنما يعني وإنما هو تفصيل يريد يوصل المعلومة كاملة للمسألة في كل أبعادها في كل أحوالها. هو هذه وهذه وهذه وهذه، نحتاج هذا الشيء. وثم الناس هم ليسوا سواء في الفهم والاستيعاب. صحيح. ليسوا سواء. صحيح. يعني انت قلت الا لعب ولهو، كم واحد راح يدخل فيها ما ذكر من كم واحد؟ صحيح. لو قلت الدنيا لعب ولهو، كم شخص راح يذكر يعني والاموال والبدن، كم واحد راح يدخل فيها؟ قليل. لا تحتاج هذا الشيء. سبحان الله العظيم. فيفصل لهذا وذاك. طبعا للجميع يفصل. وكل آية تضيف ملمحا في اطار عام للصورة حتى تتضح جميع جوانبها. اكيد. طيب هنا نلاحظ في هذه الآية سيدي قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، قدم اللعب على اللهو. لما تفضلت به أن اللعب مرهون بفترة زمنية يعقبها اللهو. في آيات أخرى بالقرآن الكريم في العنكبوت مثلا قدم اللهو على اللعب، قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ايضا هو قبل قليل قلنا هو ليس هنالك امر يعني يقضي بتقديم كلمه على كلمه، ما ليس هنالك امر يقضي، وانما هو السياق. نعم. لاحظ هو لو لاحظنا سياق العنكبوت ماذا تقدم هذه الايه، قوله تعالى قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. هكذا الرزق مدعاة للالتهاء، لا تلهكم أموالكم ولا صحيح. أولادكم. صحيح. الذي يعني ربنا ذكر أمرين، قال البسط وأن يقدر يضيق. الذي بسط له رزقه ملتهن بجمعه، والذي قدر عليه ملتهن الحصول عليه. سلم يا رب. هكذا. صحيح. اللي يعني رزقه مضيق. صحيح. ملتهي حتى يحصل عليه، كيف يعيش؟ صحيح. واللي مبسوط له رزقه هو ملتهي حتى يكثر.
فإذا راح يكون مدعاة لله، قدم له، لأن ما دام تقدم الرزق البسط في الرزق والتضييق فقطعا هذا راح يكون مدعو مدعاة لله. ولا تلهكم أموالكم، يبسط الرزق ويقدر، يقدر بمعنى يضيق، ليس بمعنى يقدر القدرة الاستطاعة، لا 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 لا، يقدر يضيق، قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ضيق ضيق رزقه، ضيق، فاللي ضيق رزقه بلتهي حتى يحصل عليه حتى يعيش، الذي ضيق رزقه ملتهي حتى هذا يشتغل، صحيح، والذي ربنا هذا ملتهي حتى يجمع، حتى يجمع، وتحبون المال حب أن جمع، صحيح. وهكذا ربنا، صحيح. وإنه لحب الخير لشديد، الخير هم فسروه المال، المال أي زينة سبحان الله، إذا حبب إلينا حب المال فماذا نصنع؟ طبعا وحب نعم. فعلا. طب التقديم له هنا، هنا الحالة بقدرها بقدر. في العنكبوت أن له على عبد يسمح ساق أن يقدم أو طبعا. يؤخر طبعا. حسب ما تصب إليه الآية، سياق سياق نعم. ويقدر بمعنى يضيق حتى في ذنون أيضا، وذنون إذ ذهب مغاضبا طبعا، فظن أن لن نقدر عليه، طبعا فظن يعني أن فيه متسع، ما ضيق هو الآن يعني هنا في هذا المكان لم يجد هذا أذنا صاغية، لم يجد من يستجيب له، خلاص قال أنا أروح إلى مكان آخر ربنا ما يوسع عليه، مو هؤلاء غيرهم، ظن أن ربنا هو راح يوسع عليه في مكان آخر، نعم يعني لن نضيق عليه، صحيح لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، خلاص في متسع، واجتهاد هذا اجتهد هو ذنون، صحيح. قال طيب يعني الآن هؤلاء جماعتي ما قبلوا هذا، خلاص أروح إلى مكان آخر أدعو ربنا ما يضيق علي، في متسع ما يضيق لكن لم يخرج بإذن ربي، هو اجتهاد من تلقاء نفسه، من تلقاء نفسه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني إيش؟ أتى ما يلام عليه، مليم طبعا، ملوم لا ملوم يلام يعني فعل فعلا، لكن مليم أتى فعلا يلام عليه، لماذا خرجت من دون إذن؟ ولذا قال لا إله إلا أنت سبحانك ولا تكن، نقول للرسول ولا تكن كصاحب الحوت، صحيح عليه الصلاة والسلام، صح يعني اجتهاد يعني هذا إحنا كلامنا عن نقدر نقدر يعني يضيق هنا يضيق. هنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.